دكتور كوبر اشكرك، قلبي معاك بعد بكره اما تشوف هتلاعب مين. تونس. ها بيقول لك تونس. ماما بقى هنشوف. اتشرفت بيه. اتشرفت بيه. اخيرا قبل ما تكون معايا يوم القرعه انت تتمنى تقابل مين؟ اديني بقى منتخب بقى، تتمنى تقابل مين؟ انا الحاجه الوحيده اللي انا عارفها ان كلهم عايزين يلعبوا مع الكونغو. لا والله كلهم عايزين يلعبوا مع الكونغو حقيقي. لا والله سالوا الفرق كلها وكلهم عايزين يلعبوا ضد الكونغو. هنشوف بقى القرعه هتقول ايه. احنا تقريبا الفرقه اللي هي يعني هنشوف، وده شيء يعني عاجبني. عموما فرق شمال افريقيا في تصفيات كاس العالم بتبقى مختلفه تماما. تمام هنتكلم اذا كان المغرب او مصر او تونس او الجزائر، اعتقد الامر بيبقى مختلف تماما بالنسبه لهم، وخصوصا شمال افريقيا المغرب وتونس والجزائر. عقليه كاس العالم عندهم مختلفه عن بطولات افريقيا. تمام واضح من تاهلهم يعني. بشكرك.